السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، بابكم في قناة مطبخ أميرة المراكشية. اليوم نحضروا وصفات لي غاليت اللي كنتو طلبتوهم مني بزاف، الوصفة السرية اللي كيجيو بها لذات بزاف وخفاف وبواحد المذاق أكثر من رائع، وكيتوجدوا في دقائق ورائحة كتشهي، كيحبوها الكبار والصغار. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير، ما تنساوناش اضغطوا على الزر الاحمر ابوني وديروا جيم، نخاطروا في القناه ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديده. بسم الله. بالنسبه للمقادير كنحتاج جوج حبات تاع البيض، 100 غرام ديال الزبده على حراره الغرفه، مقادير ولا الزبده عاديه، اي زبده متوفره عندكم اللي كنستعملوها، 100 غرام السكر الخشن، انا هنا 100 غرام تقريبا كوب وفي شويه، هنا ساشي ديال الخميره 7 غرام، يعني ساشي ونص 10 غرام هذا القياس. انا جوج معالق كبار ديال الكونفيتير اللي ما عندو كونفيتير ديال العسل، انا هنا الدقيق تقريبا عندي 400 غرام، نقول لكم بالضبط اما نقصوا عليها اما نزيدوا عليها، نقول لكم بالضبط شحال استهلكت بالنسبه ليا. بسم الله. كنصبوا السكر الخشن، الزبده، كنضربوا هذا السكر مع الزبده، بعد ما طربنا صبح على الشكل. بالنسبه للطراب اللي ما متوفرش عندي يمكن ديري يديه، يبقى يمزج مزيان بالزبده مع السكر. الان كنديرو بيضه بيضه وحده وحده على الشكل وكنطربو. بعد ما طربنا الخليط ديالنا صبح على هذا الشكل، الان كنصبو كوفيتير، كنمزجو هاد المكونات على هاد الشكل، ومن بعد كنصبو الدقيق شويه بشويه. دائما الدقيق ما كنصبوش مره واحده، نقدر ندير يديا، بالنسبه ليا كيعجبني بزاف نخدم بيديا. كنصب الخميره وكنبقاو كنمزج مزيان، بسم الله. بعد ما جمعنا العجين صبحت على هذا الشكل، انتما كتلاحظوا العجينه كي كتجي. بالنسبه للدقيق 3 الاكواب 360 غرام، يعني 3 الاكواب ونص وفي شي شويه. الان كناخذ هذا العجين وكنتركو يرتاح تقريبا شي 10 دقائق، كنحاولوا نديرو في البلاستيك. كنتركو شي 10 دقائق يرتاح لينا شويه ونصرفو. بسم الله. بعد ما ارتاح العجين تقريبا 10 دقائق، الان كنخدمو كنجبدو على هاد الشكل، كنحاولو نديرو شي 6 دقائق، هداك الدقيق اللي تلجط لينا كنسرحو بيه العجينه واحد شويه. ندير هاد الشكل باش ميبقاش لنا تشققات ديال العجينة، كنحاولو تكون السمك ديالها شوية عرض، ميكونش تكون شقيقة بزاف. كنقادو هذا الشكل، كنحاولو كنقادو، كناخدو يمكن ناخدو حتى كاس اللي متوفر عندكم، بالنسبة ليا متوفر على هذا الطابع. غادي نديرو شقيقة بزاف وشقيقة بزاف شكل، كناخدو كنطلعو على الطابع، هو ممكن تاخدو حتى كاس، كتجي واحد الكاليت كيجيو بزاف. واللي بغا رقيق القا يزيد رق العجين، بالنسبة هو الشكل كي كيجي كنولعو في الطاوة. مستمرين حتى نكملو الكل بهذا الشكل،
بسم الله. بعد ما كمل هذا الطبع هذا طبعنا على هذا الشكل، كنحاولوا هذا العجين نرجعوه كذلك ونعاود نسرحوه، ما كنضيعوش، وكنوضعوه في الطاوله نفس الشكل اللي درنا في الاول، نجمعه مزيان ونطبعوه. كتلاحظوا كتجي ساهله وبسيطه، كنجمع هذا الشكل ونسرحوها. بسم الله. بعد ما كملنا هاد الكراسي ديالنا، كناخذ صفار البيضة وكنحط واحد شويه ديال القهوه سريعه الذوبان، هذا اختياري، اللي ما يخدهاش ما يديرهاش. بسم الله، كنضرب مزيان. بسم الله. بعد ما طربنا البيض مزيان، انا كنبقاو نهنوا بهذا الشكل، كنبقاو حتى تنكملوا الكل. ها كيجيو مداد بزاف وبنان الشكل ديالهم. بسم الله. بعد ما عدنا البيض، كناخدو هاد الفرشيط كنعمل هاد الشكل، كذلك نجربو بهاد الشكل تاني. كذلك نبقاو مستمرين تنكملو خطوط باش تخرج لنا هكداك الشكل ديالها مختلف، كيجي غزال خطوط على هاد الشكل، راه سهلة. بسم الله. بعد ما شكلنا لي كاريتي ديالنا وزوقناهم بهذا الشكل، الآن دائما الفران كنسبق لينا كنسخنو كيسخن مزيان، وكنديرو النار متوسطة تقريبا اللي عندو ديال الضو ديال 180-170، وكنراقبو حتى تيطيبو لينا. الشكل النهائي ديال لي كاريتي بعد ما خرجناه من الفران كيجي على هاد الشكل، كيجي رائع ولذيذ وبنين، واحد الشكل لا يقاوم. الآن الوحيدة نتوما كيجي الشكل رائع ولذيذ، كنتمنى يعجبكم وغادي يعجبكم، هي جربوه بارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.